شلونكم شو اخباركم؟ طبعا اليوم عندي شغل، اليوم لازم اروح اجيب مطبخ لبيتي، فاشتريت مطبخ من واحد بلجيكي قال لي انطيني قسم من الفلوس، فراح اخذ مبلغ اخذه من البنك واروح له اشوف لكم المطبخ اللي اشتريته يسوى لو ما يسوى، لانه بصراحه يكلف وعلى اساس رخيص، لانه تعرفون المطابخ اسعارها هنا في اوروبا غاليه جدا. راح اشوف لكم التفاصيل. طبعا هذا البنك ينزي معروف في بلجيكا وهولندا، راح اروح اخذ فلوس واروح. وهسه انطلقنا، راح نروح الى المستودع ونكمل الشغل ونجيب المطبخ، فابقوا ويانا تابعوا الفيديو النهائي حتى تعرفون كامل التفاصيل، ولا تنسون اللايك والاشتراك ويلا. طبعا جبنا الشغلات ويانا مثل هاي التشيس والكارتون وهاي سوالف حتى ما نخلي بالكميون ما يصير بيها ضرر، فجبنا كل الشغلات اللي نحتاجها. طبعا هذا المكان صاير على اطراف ألست في مدينه ايربميري، انا قبل كنت عايش بهذا القريه فنعرف هذا اللي كان جيراننا. طبعا هسه وصلنا، مثل ما تشوفون يعني هذا عنده مستودع كبير، هو يصنع المطابخ كلها هنا. فهذا يبيع مطابخ مثل ما تشوفون، عنده اكثر من نوع. واحنا راح ناخذ هاي بسعر 5000 يورو، يعني ايش قد تصير بالدينار العراقي؟ 7 مليون 8 مليون. طبعا هذا هو طالب سعر ممتاز، يعني هو هذا اغلى سعره 10000 يورو، بس لانه احنا قبل كان جيراننا ونعرفه طالب سعر رخيص. شوف هذا غساله مال مواعين، وهذا المغسله، بعد عندك نال شغلات، طباخ، هاي ساحبه، وهاي عندك الاوفن، ثلاجة، يعني السعر ممتاز. واي يعني هذاك الدواليب، هذا اللون الأحمر على أساس شوية مو مرغوب، شنو رأيك أبو إيفا؟ اللون الأحمر يقولون مو مرغوب، تبونا بالتعليقات شنو رأيكم باللون الأحمر؟ طبعا احنا راح نخلي الرقم على الأبواب حتى احنا من ناخذه وركبه بالبيت يصير سهل. ايه ثم تشوفونا واحد 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 يصير اسهل. شوف هذا عنده اكثر من مطبخ، هاي شوف شوف هذا النوع كله ابيض همين حلو. شوف هاي هذا حلو والله، شوف كلش حلو. هاي هاي الطباخ، طباخ كهربائي هذا. خلينا نشوف هاي سعره، يمكن سعره هنا كاتبين الناس 6400 يورو، والله سعر حلو. يعني شوف المطابخ اللي هو عنده بصراحة واحدة أحلى من الآخ. أكثر واحد عجبني هو هذا المطبخ، شوف جد حلو. شو رأيكم بهذا المطبخ؟ تبونا بالتعليقات، هاي واحدة عجبكم، أكثر واحدة عجبكم بالتعليقات شنو؟ شوف هاي جد حلوة، شوف ويا هذا الطاولة ونفس اللون والكراسي. طبعا هسه هو هذا ابن صاحب الشركة جاي يساعدنا حتى نفك المطبخ. تمام تمام. شوف مثل ما تشوفون بدنا نغلف الصناديق والابواب حتى ما يصير بيها ضرر. وهذا ابو ايفا جاي يساعدنا. عافية. شوف شو التغليف مالتي محترم. شوف هاي ايش تغليف؟ شوف. عافية عافية ايدك. شغل مرتب يعني لازم يكون شغل زين. عن هذا كلش ممتاز يعني ما يخلي ضرر فيه. هسه لازم ارجع الى مدينة ألست نجيب العربانة ونرجع، لانه المفروض احنا بعد ما نفك المطبخ مرتضى يجيب الكميونات ونخلي كل شيء بها وناخذها الى البيت. بس هو عنده شغله، احنا راح نجيب العربانه لحد ما هو يجي. يلا فاصل ونواصل. حاليا احنا باتجاه مدينه ألست، تقريبا يعني 7 دقائق بالسياره، مو بعيده. فاليوم جو شويه بصراحه مغيم، حاليا ماكو مطر بس مو بارده، يعني حاليا تقريبا 12 درجه 13 درجه، بس يقولون يوم الخميس يعني باكر راح يصير
18 درجة يعني أجواء حلوة. أي والله شمس. طبعا هسه شديت العربانة مثل ما تشوفون، هاي راح نحتاجه ناخذ الحبل وإن شاء الله نغطيها إذا مطرت، وهسه شوية ونروح نكمل التفكيك مع المطبخ. يعني راطة شغل هواي، القراج، التنظيف، كل مكان عنده شوية شغل. طبعا هسه أخذنا العربانة وإحنا بالطريق إلى المستودع أو المخزن اللي بيها المطبخ أو المخزن اللي بيها المطبخ. هاي تقريبا وصلنا إحنا للمستودع، صار بالقرية، قرية أوتريهم. طبعا تقريبا خلصنا يعني من التفكيك مثل ما تشوفون. طبعا أول شيء خلينا هاي، وهسه راح نجيب الصناديق والأبواب نخليها هنا. سهل. هاي أول فرة راح ناخذها ونجي مرة ثانية ومرة ثالثة. طبعا خلصنا أول جولة فراح نروح نجيب بعد البقية. مثل ما تشوفون المطبخ كان هسه تقريبا خلنا كل شيء. هاي لا احتاج على موت. فاليوم كله شغل بصراحة، تعبنا شوية. جبت كميون مال صديقي مرتضى لأنه هذا العربانة لازم يجي 4-5 مرات حتى يخلص، فجبنا هاي الكميون. يا شباب طبعا بعد أكثر من 4 ساعات خلصنا تقريبا. خلينا كل شيء هنا بالعربانة وبالسيارة هنا حتى وبالكميون حتى فوق خلينا اكو خشبة. فتقريبا خلصنا راح نرجع للبيت. تعبنا من الأسئلة. عن هذا عنده هواي أملاك، يعني شوف هذا الأكل مال حيوانات، عنده هواي حيواناتنا وعنده أراضي وعنده يعني هاي الشركة مال المطابخ. شوف الحيوانات كلها صار هناك، كل الممتلكات مالته. بصراحة يعني تعبنا اليوم، راح نرجع للبيت. فشوفونا عربانة هنا صاير، سدينا الباب. هو الشخص كلش حبابه بصراحة. خليني اروح شوية. يلا كافي هسه راح نروح. خلصنا. هاي المطبخ كلفني 5000 يورو، يعني 7 مليون دينار عراقي شوية. يعني هو كان سعره بالاصل تقريبا 10000 يورو، بس هو انطرب من السعر لانه احنا نعرفه من زمان. المطبخ اللي حاليا احنا عندنا ببيتنا اللي احنا عايشين بيه، بوقت اشترينا منه كلفنا 10000 يورو. المطابخ هنا في بلجيكا يعني بكل اوروبا غاليه جدا، مو مثل العراق. بس يعني بيها مثلا غسالات المواعين، بيها الطباخ الكهربائي، بيها مثلا الثلاجه. فالسعر اشوفه ممتاز جدا، حسب يعني اكو ب 20000 حتى، اكو ب 15000، اكو ب 25000، حسب النوعيه وشلون تريد. اليوم حبيت اعطيكم يعني معلومه على هاي الموضوع. حاليا انا بالطريق للبيت. قواكم والله. طبعا تقريبا خلصنا كل شيء، هاي خلينا هنا حتى بعدين مباشره صعد فوق. طبعا شباب مثل ما تشوفون هاي المطبخ، المطبخ يعني كبير وهمين عنده واجهه كلش حلوه. هاي المطبخ راح تجي هنا بعد ما نكمل، راح اشوف لكم. خلينا الاغراض هنا، واكو بالقراج، وبعد اكو هنا. يعني الاغراض هواي كلش لحد ما نكمل المطبخ. بس نخلص ان شاء الله، نخلص باسرع وقت. وصلنا الى نهايه الفلوق، وهذا الارنب مالتنا. وين ما رحت تجي وراي. لا تنسون اللايك والاشتراك وتحياتي.